هاتفون واحد 96 ميجا هرتز ميدل 89 70 ميجا هرتز هاتفون واحد 101 30 ميجا هرتز النجور والنواحي 97 20 ميجا هرتز كما تشعر بعد قليل الإذاعات الجهوية بكل من طنجة تطوان زايد ببث برامجها على أمواجها المحلية من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوال وإذاعة حسينة من الثانية بعد الزوال إلى السابعة مساء وإذاعتين متنازلة من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء وبرمجة موسيقية من السابعة مساء إلى الثامنة صباحا الثامنة صباحا جديد الأخبار الوطنية والدولية معك العرض الغربي أهلا بكم نبدأ من العاصمة الرباط حيث صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وأيضا مستخدمي المقاولة العمومية ويهدف مشروع هذا القانون إلى إصلاح منظومة التكوين المستمر من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجمعية والحكمة في التدبير وتفعيل أحكام الفصل 31 من الدستور الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين. وقال مصطفى الخلفي الوزير المتدرب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ما تقر رسمي باسم الحكومة في بلاغ تولي في لقاء صحفي عقب الاجتماع إن المجلس درس وصدق على هذا المشروع الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة مع الأخذ باعتبار الملاحظات المقدمة من قبل عدد من القطاعات الحكومية خلال هذا الاجتماع. بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يكثف الفلسطينيون محاولاتهم الدبلوماسية ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فقد أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي تسليم وثائق الانضمام إلى 22 اتفاقية ومنظمة دولية مضيفا بأن هذا الإجراء يأتي استكمالا لاستراتيجية تعزيز مكانة الفلسطينيين على الساحة الدولية. في سوريا حققت قوات النظام السوري تقدما عند الاطراف في محافظه ادلب في شمال غرب البلاد على حساب الفصائل المختلفه في اطار هجوم للسيطره على اجزاء من هذه المنطقه وفق ما افاد الوصف السوري حقوق الانسان. وتاتي العمليات العسكريه رغم كون ادلب والمناطق المحاذيه لها جزء من اتفاق 15 الساري في المنطقه منذ شهر يوليوز الماضي. فرض مجلس الأمن الدولي أمس حظرا على 4 سفن شحن كوريا الشمالية يمنعها من دخول أي منطقة في العالم وذلك للاشتباه بأنها نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يونغ. والقرار صدر بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار قائمة قدمتها وتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة إلا أن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن كوريا الشمالية الأربعة. نختم بأنباء القارة الأفريقية حيث